أكثر توقعات الدول العربية في المرحلة القادمة لبائعة الأمل مها عطية. مساء الخير، يسعد مساكم. هول التوقعات حصرا للأبيض تي في للفترة اللي جاي إن شاء الله، وفي توقعات تانية لح يكون على قناتي أنا مها عطية. لو أنت جديد معنا اشترك في القناة وفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو وعايز تعرف كل توقعات سنة 2022 اعمل لايك واكتب لنا كومنت باسم الدولة اللي حابب تعرف توقعاتها الفترة الجاية. اهلا بحضراتكم معانا في قناة الابيض تي في، وحلقة خطيرة جدا وحصرية بس على قناة الابيض للمتوقعة اللبنانية بائعة الامل مها عطية، واخر التوقعات والاحداث اللي بتتوقع حدوثها لدولتين عربيتين كبار. الدولتين اللي معانا النهاردة هما سوريا ولبنان. تعالوا نعرف توقعات اللي على لسان مها عطية شخصيا. بتتوقع مها عطية بالنسبة لسوريا ان هيحصل تغير وتحول كبير في المسار السوري، وبتقول انا تحدثت سابقا انه هيتم زيارة سوريا من قبل شخصيات معروفة ورؤساء، وهذا الكلام تم، وكانت المفاجأة في الاتصال الهاتفي اللي دار بين الرئيس بشار الأسد والملك عبد الله ملك الأردن، وهذا يؤكد حجم التغيير الكبير، لأن النظام السوري كان في السابق يحارب الأردن خاصة في بداية الهجمات على سوريا، وكان بيتم اتهام الأردن على أنها تقف في صف دول متآمرة على سوريا، ولذلك فإن هذا الاتصال يشكل فارق كبير. أيضا هناك تسارع في العلاقات السورية الأردنية، وسيكون هذا الأمر واضح وسريع على كل المستويات القيادية، أي على مستوى كل الرؤساء وعلى مستوى رؤساء الحكومات، وأيضا على مستوى المباحثات وعلى مستوى وفود عسكرية ووفود سياسية وحزبية، وتنشيط الحركة الاقتصادية بشكل كبير هيحصل في المرحلة القادمة، وهتكون بداية للانفراجات. سنرى أيضا مفاجآت بالعلاقات السورية مع عدة دول، والمفاجأة الأكبر أنه إحدى الدول العظمى واللي كانت بتقود كل التحالفات لإسقاط النظام الأسدي ستكون الانفراجات من خلالها. وبتقول كمان مها عطية، إضافة إلى كل ما ذكرناه، سوريا ستقوم بتغيير كل قواعد اللعبة في المنطقة مع الانفراجات السياسية، ما يعني أنه سيحدث تغييرات وإجبار على الجلوس على الطاولة في عدة محاور بالشرق الأوسط لأمور سياسية واقتصادية وعسكرية، وسيكون هناك دور لإعادة التفاوض السعودي الحوثي لموضوع اليمن من خلال إعادة توزيع الأدوار في اللعبة في سوريا ومحيطها. أيضا بتقول مها عطية بالنسبة لتوقعاتها للعراق إن الانتخابات العراقية أيضا هتكون محور مهم جدا، والمؤشرات الأكبر هتكون لبقاء الكاظمي، وخطوة أقوى للعراق للبدء في مرحلة جديدة في سنة 2022 و2023 في تخفيف الفساد وإنجاح بعض المشاريع وتحقيق نسبة أكبر من الأمن والاستقرار، مما يعني أنه سيكون هناك نوع من التعويض عن الخمس أو ست سنوات الكارثية التي مرت على العراق. بالنسبة إلى ما بين العراق وسوريا والامتداد إلى اليمن ومحيط المنطقة وسوريا ولبنان وما يحدث من أدوار، بتقول خلينا نسميها طائفية، هناك بدايات تقسيمات ستظهر بوضوح على الساحة العربية، وتبدأ من أحداث نقلي من نوعية التقارب الكردي السوري والتقارب الكردي العراقي، وهناك دعم أمريكي مبطن لأكراد سوريا ودعمهم بالسلاح، ليس حبا بهم بل لبداية تقسيم وجمعهم مع أكراد العراق. أيضا بتقول مها عطية من ضمن توقعاتها المهمة جدا والخطيرة إن هناك اتصال ما بين ملك الأردن والقيادة السورية يخفي وراءه تدخل لدى الجيش الأردني في محاربة الإرهاب في الجنوب السوري، ثم تسليم قوائم إرهابيين إلى السلطات السورية، ثم نقل كافة اللاجئين السوريين في الأراضي الأردنية إلى هذه المناطق،
وسيحدث بذلك أول انقسام في الأراضي السورية، ثم تبدأ العمليات الأخرى لاحقا خلال السنتين القادمتين. بصراحة توقعات مهمة جدا وخطيرة قالتها مها عطية لسوريا وللعراق ولليمن. بعد كده هنروح لأهم توقعاتها للبنان. بتتوقع أن في عمل ممنهج رسمي وحرب على الحكومة الحالية لنجيب ميقاتي، يقودها عدة أحزاب منها أيضا الحريري بالخفاء، وذلك لعرقلة الأحزاب المحالفة لإيران، وعليه سيحدث ضرب للليرة اللبنانية، وسيحدث أيضا انهيار أكبر من كل اللي مضى، والدولار هيتجاوز أرقام غير متوقعة، والتدهور سيتزايد. وبتتوقع أيضا بالنسبة للكهرباء سيكون الوضع سيء جدا في المرحلة القادمة. دي كانت أهم توقعات المتوقعة اللبنانية بائعة الأمل، توقعاتها الخطيرة لسوريا ولبنان وأيضا للأردن في المراحل القادمة من عام 2021 و2022. بنتمنى أن يتحقق كل الخير والسلام لكل الدول العربية والإسلامية، وإن ربنا يكتب لهم ولشعوبهم الخير أيا كان. بشكركم جدا على حسن متابعتكم، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة. لو ليكوا أي توقعات تحبوا تعرفوها من المتوقعة اللبنانية مها عطية، اكتبوها لها في التعليقات وهي هترد عليها في الحلقات اللي جاية. معانا مها عطية وحصريا في توقعات مش موجودة غير بس على قناة الأبيض تي في. شكرا لكم على حسن متابعتكم، استنونا بكرة إن شاء الله في توقعات جديدة، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.